دق أصحاب مؤسسة صناعة الأجر الأحمر ناقوس الخطر على نشاطهم الذي أصبح مهددا بالزوال بسبب تراجع مبيعاتها بشكل رهيب بداية من 2017 مع توقف أغلب المشاريع السكنية والاقتصادية. كان قبل ما كان سيولة، الحين ما في مبيع ما في سيولة. لجأنا كما قلت لك للشيء الثاني هو التخزين، وبعدها المقايضة. دخلنا أن معناه في حاجة شيء ثاني خلاص، أنا رجعنا العصور قديمة لقبل ما تكون السيولة هذه. سي فريمون سي المارشي كي كولي، نو زافون با كومبري اكزاكتومون اسكو ليتا كي بلوكي اسكو لي بروجي كي سون اريتي. مبيعات لم تعد تغطي حتى رواتب العمال وتكاليف المصنع. ماناش حابين نوصلوا لدرجة أن العمال قال خلاص هنا حبس، رانا ما قدرناش، رانا كذا، روح تروحوا، ماهيش حاجة سهلة وماهيش حاجة، إن شاء الله ما نوصلوش للشيء هذا. أصحاب شاحنة التوزيع يقررون تغيير نشاطاتهم بسبب هذه الأزمة. المشكل في التسويق كانت ماشية أيام فاتت وذكرى ناقصة، كاين وين نشرجوا وقعدوا لهنا حتى الصباح بالروح. اتخذنا بعض الطرق أساليب جديدة في البيع، وهي مبادلة تجارية مقايضة كما نقولوا. تجأنا معاملة ببعض المرقي العقاريين، تبديل سلعة بسكنات أو بشيء أخرى، سيارات، آلات، جرافات. في انتظار إعادة الروح للمشاريع السكنية والاقتصادية المتوقفة، تبقى مؤسسة إنتاج الأجر الأحمر تعيش حالة إفلاس محتم وطرد جميع عمالها.